هعمل النهاردة البوكسات الشفافة اللي بنحط فيها بلالين اللي بتزين السبوع. اول حاجة هحتاج فوم مضغوط، واحيانا في ناس بتقول عليه فوم كوري، ده بيتجاب من المكتبة، اي مكتبة كبيرة. هو سعره مش رخيص بس بيدي نفس النتيجة بتاعة الخشب. المفروض البوكسات دي اساسها انها تكون معمولة بالخشب. قصيت بقى الفوم المضغوط ده كده بمقاس 4 سنتي في 34. مهم بقى واحنا بنقطع الفوم الكوري ده، هيتقطع طبعا بقطر، لازم القطر يكون حامي جدا، علشان لو مش حامي هيقعد يعمل كده حاجات في الفوم وانتوا بتقطعوا هتلاحظوها، هو التصوير مش مبينها، بس هو عامه لو بارد هيخلي الفوم ده يبوظ. هحتاج 64 واحده علشان اعمل الاربع بوكسات. هاخد بقى اول اربعه وهجمعهم مع بعض، هجمعهم كده اللي هو مش هيبقوا جنب بعض ولا لازقين في بعض. انا وسعت المسافات علشان شكلهم يكون باين انا جمعتهم ازاي. ده الشكل اللي لو انا جمعت بيه اي حاجه المنظر العام في الاخر مربع. هلزق بقى بالشمع طبعا. بالمناسبه انا استخدمت حوالي 3 افرخ من الفوم المضغوط ده علشان اعمل الاربع بوكسات دول بالقاعده بتاعتهم بكل حاجه. كل الموضوع خد مني 3 افرخ، بس المهم ان محدش يغلط غلطتي. انا في البدايه قطعت القطع اللي هي الطويله دي كلها الاول، بعد كده بدات اعمل القاعده بتاعه البوكس. فانا لما جيت اعمل القاعده بتاعه البوكس اتبقى من الفرخ يعني حاجات زي بواقي. البواقي دي كانت تطلع لي حاجات كتير قوي زي اللي انا عملتها بنفس المقاس اللي انا عملته ده، اللي هم 4 في 34. ولو كنت ما عملتهمش في البدايه ما كنتش هخسر البواقي اللي طلعت معايا دي. فمهم الاول ان احنا نعمل الحاجات اللي مقاسها كبير زي القاعده. القاعده مقاسها كبير، مقاسها 38.5 في 38.5. وبعد ما نعملها اللي هيتبقى معايا من الفرخ ابتدي اقسمه بقى ل 4 سنتي في 34 واطلع منه بقى العمدان اللي انا عملتها دي. لو عملته كده فعلا مش هتحتاجوا اكتر من 3 افرخ، هما هيكفوكوا. الفرخ ده بيتجاب من مكتبة سمير وعلي. الفرخ ده سعره تقريبا 70 جنيه، بس النتيجة في الاخر تستاهل بجد. الخطوة اللي بعد كده هحتاج فيها مشمع او كيس يكون شفاف والى حد ما كده مفرود. انا كان عندي كمية من الاكياس اللي هي بتاعت التغليف دي، تبقى موجودة دي، الناس المحلات بتستخدمها، هي عامة مش غالية لو حد عاوز يشتريها. الكيلو تقريبا ب35 جنيه، انتوا ربع كيلو هيغرقكوا. الاكياس دي بتتفصل كده من بعض، انا بفصل الجزئين دول لان انا محتاجة جنب واحد منهم هو ده اللي هحطه وهستعمله، والجنب التاني كمان هستعمله بس في قطعة تانية، يعني بيتفصلوا من بعض بسهولة ومن غير مقص. مش بحتاج مقص، بس غير ان انا في الاخر خالص عشان افصل الجزئين بقى نهائي كده عن بعض هقص بس الزيادة دي علشان خاطر ما تغلبنيش او تضايقني وانا بعمل. انا قلبته علشان الشمع الزياده تقريبا هو اللي كان من ورا يعني، وبعدين انا لزقت بدبل فيس. طبعا محدش يلزق بشمع علشان البلاستيك ما يسيحش. حطيت دبل فيس كده في الاربع جهات، وبعدين فكيت الجهه دي وحطيت عليها اول الكيس البلاستيك اللي معايا وثبته كويس علشان لما اجي اشد ما يفكش. وبعدين رفعته كده، وبعدين شلت الدبل فيس من الناحيه دي وابتديت اشد من النص كده قوي قوي. اكتر حاجه او اول حاجه بدات بيها النص، وبعد كده شديت الجنب اليمين كل ما كان مشدود، كل ما كانت النتيجة في الآخر شكلها أحلى. بعد كده لزقت الجنب الشمال وبرضو شديته قوي، ودلوقتي قلبته عشان خاطر ألزق كمان الجنب ده. لو رفعت كده الجزء ده هشيل الدبل فيس بسهولة، وهشد بقى على قد ما أقدر، مش لازم يكون جامد قوي لأن أنا أصلا مش سايبة مساحة في أي حاجة، هي مشدودة كويس.
لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس، فكل بوكس منهم هحط عليه حرف. فرغت بقى الحروف دي، وبعدين جبت ورق. الورق ده في جنب مطفي كده والجنب التاني بيلمع، انا مش عارفه اوريه لكم علشان ما يعكسنيش. هتقلبوا الحروف الاول قبل ما تحددوها عشان ما تطلعش معاكم معكوسه. الفرخ ده بقى هتلاقوه في المكتبات الكبيره، هتلاقوه عند سمير وعلي، وهتلاقوه في شارع الورق في العتبه. سعره بيتروح كده من 15 ل 20 جنيه على حسب المكان اللي هتجيبوه منه. بعد ما خلصت تحديد كده للحروف قصتها، انا عملت من كل حرف 3، لان البوكس انا كنت عاوزه ان الجناب كلها بتاعه البوكس يكون عليها الحرف، على اساس ان اللي قاعد في اي ناحيه يكون شايف الحرف اللي مكتوب. وطبعا ما عملتش 4 بعدد الجناب بتاعه البوكس، على اساس ان في جنب كده كده هيكون للحيطه. انتوا ممكن تعملوه حرف واحد عادي جدا، انا بقول بس وجهه نظري. انا قررت